كونك عميل بإحدى المؤسسات أو كزبون بأحد البنوك أو حتى مراجع لمعاملة بأي قطاع، رح تمر برحلة بين مرحلة وأخرى، وبعدها رح تتكون عندك تجربة رح تحدد من خلالها تكرار العملية سواء كانت شراء أو عملية الحصول على خدمة، وبعدها رح تشارك الآخرين تفاصيلها، ومن الممكن أن يحدث العكس. كيف يتفاعل العميل مع الجهة اللي تقدم له المنتج أو الخدمة؟ وكيف من الممكن تحسين تجربة العميل باستخدام التقنيات الحديثة؟ وكيف تأثر خدمة العملاء على تجربة العميل؟ وإيش هي الطرق اللي راح تستحوذ بيها المؤسسات على ولاء العملاء وتحافظ عليهم؟ فريق أما بعد، ناقش هذه التساؤلات مع عدد من المهتمين والمختصين. أهلا بكم وأما بعد.